يقول تكرر منه الجماع في نهار رمضان، فيسأل عن قيمة الكفارة وهل تعطى دفعة واحدة أم تعطى لكل مسكين على حدة، وهل تجب عليه وعلى زوجته أيضا؟ الكفارة كفارة الجماع في رمضان إطعام 60 مسكينا، يعني صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا، وهي عند الملكية على التخير وعند غيرهم على الترتيب، يعني الكفارة العتق ثم الصيام ثم الإطعام. وعند مالك رحمه الله كما أخرج الحديث في الموطأ يعني بالتخير أو يعني عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا. وبناء على ذلك فإن إذا هو اختار أن يطعم فإنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام اللي قدرات ذلك اللي افتاه هو 3 دينارات عن كل يوم، فكل يوم يجب فيه إطعام 60 مسكين عن كل يوم، يعني كل يوم يجب عليه 60 في 3 ب180 دينار، كل يوم يعطي عنه 180 دينارا، يعطي عنه 108 دينارا، وكل يوم وهذه المبالغ يجمعها كلها 180 دينار في 30 يوم، اللي يخرج الناتج منهم يقسم على 60 مسكين، على 60 فقير، فإذا كان وجد عدد فقراء هكذا فيوزع عليهم المبلغ. إذا افترضنا أن المبلغ طلع مثلا 5000 دينار، يقسم 5000 على 60، ويعطي لكل مسكين ما ينوبه من هذه 5000، فإذا يلقيه هو 60 عليه أن يفعل ذلك، وإذا لم يجد يذهب إلى محفظي القرآن في المساجد ويطلب منهم أنهم يعطوا هذه الكفارة لطلبة القرآن البالغين اللي هم ما عندهمش مرتبات، ما عندهمش عمل، بالغ يعني ما تجبش نفقته على والده وما عندهش عمل، فهذا يسمى فقير طالب القرآن، فهذه طريقة سهلة. فإذا كان يسأل محافظ القرآن يقول له قداش عندك طالب بالغ وما يعملش، يقول له عندي 10، يعطيه نصيب 10 أشخاص، يمشي الواحد تاني هكذا يقول له عندي 10، يعطيه 10 وهكذا، حتى يوزع المقدار هذا المال يوزعه على 60 مسكين. وكذلك زوجته إذا كانت هي طائعة وباختيارها عملت فتجب الكفارة عليها حتى تخرج مثل هذا المبلغ، وإذا كان هي أكرهت إكراه من زوجها فالكفارة على زوجها، على زوجها أن يكفر عن نفسه وعنها.